الأزمة بأقل الخسائر، خصوصا إن مستر جو مستعد لتمويل المرحلة الأولى من المشروع. أنا شايفة إن ده حل هايل. ومستر جو إيه اللي هيخليه يحط فلوسه في شراكة معانا في الوقت اللي إحنا فلوسنا فيه كلها متجمدة، مش عارفين نصرف منها جنيه حد؟ أكيد ما برميش فلوسي في الأرض يا مستر يحيى، إحنا في سوق كل حاجة بتفرض الماركت فاليو بتاعتها. معلش أنا آسف لمؤاخذة، كلمنا عربي. يحيى أنا عارف بحط فلوسي فين وقيمتها إيه والعائد بتاعها إيه، ده غير إن الأسهم بتاعت الشركة ريكورد لو في تاريخها، ولسه الفصل في القضية اللي مجمدة أرصدة الشركة. فأنا بقترح شراكة في المشروع الجديد مقابل نسبة في الأسهم بتاعت المجموعة لما ترجع له. بتصطاد في الملايكرة يعني؟ ما اسمهاش كده، بس بما إنك بتحب تتكلم عربي اعتبرها كده، وده حاجة مشروعة في أي سوق. مستر يحيى ده الحل الأنسب في الوقت الحالي. يا راجل يا راجل، مستر يحيى ايه وحل ايه؟ انت جايب لي واحد يشتغلني ويستغلني في قلب مكتبي عيني عينك وتقول لي حل؟ اسمع يا بهوات، انا الكلام المتستف بتاعك ده ماليش فيه، بس انا راجل تاجر، واللي انا فهمته كده من الاخر بالصلاه على النبي ان انتوا جايين تعملوا عليها مصلحه. اصل سبحان الله بيبان كده على وش البني ادم. ايه يا يحيى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بس انت مش فاهم. انا فاهم كل حاجه، وشغل الملغيه بتاعكوا ده انا ماليش فيه، واللي عندي قلته دورته. اهلا اهلا اهلا، فرصه سعيده يا ماجي هانم. اهلا بيك. عز حكالي عنك كتير، بس طلع ما بيعرفش يحكي. اللي حكاهولي اقل بكتير من اللي انا شايفه. والله يا عمي لما اجي ما بتتعرجش لاي حد، بس هي جت لحضرتك مخصوص النهارده. ما خلاص بقى يا سعز، ما انت قلت لي الكلام ده وحكيت لي كتير وانا سمعتك كتير، خليني بقى اسمع الهانم. ميرسي. الحقيقة أنا كمان سمعت عنك كلام كتير قوي، أتمنى يكون حقيقة وما تخزلنيش. ما تقلقيش يا ماجي هاني، عم سليم ما بيردش أي حد يقصده. حسب الطلب يعني، لو أي شيء بإيدي مش هخزلك، هساعدك. لا في إيدك، أنا عايزة أشتغل في تجارة السلاح. هو ده البيزنس اللي هي قصداني فيه يا سعز؟ والله يا عم انا اول مره اسمع الكلام ده زيك. لا لا الحقيقه عز ما يعرفش حاجه، كل اللي يعرفه اني جايه علشان بيزنس. السلاح دي اول مره يسمعها زي حضرتك بالظبط. يا ريتك كنت سالتيه، اكيد كان هيقول لك ان عيله العطارين خلاص طلعت بره التجاره. انا مش جايه لك بصفتك من العطارين، أنا جاية لسليم بيه، أكبر تاجر سلاح في مصر. اللي كان كان. شوفي يا ماجي هانم، أي بيزنس تحبي حضرتك تدخلي فيه أنا هساعدك فيه تحت أمرك، إلا السلاح. فكر. أنا هسيبك تفكر عشان نتقابل تاني، وانا واثقة انك هتقف جنبي، ولا مش عايز تشوفني تاني؟ ايه يا يحيى اللي انت عملته ده؟ ايه؟ عملت ايه؟ يحيى مبدئيا كده انت لازم تغير طريقتك، مش معقول كده. انا دي طريقتي يا ياسمين وعمرها ما تتغير. لو زعلت عشان قلت على الراجل اللي انت جايبه ده نصاب واستغلالي، فعشان هو كده فعلا. ليه نصاب يا يحيى؟ ليه نصاب؟ الراجل ما قالش اي حاجه غلط، بالعكس كان بيتكلم فيري بروفيشنال. ما هو طريقه كلامه والفيري بروفيشنال اللي انت بتتكلمي فيها دي هي اللي خلتني اشك فيه واقول عليه نصاب.
ياسمين انا ماليش في شغل الملاغيه ده. شفت بقى يحيى، هو الكلام ده اللي انا بتكلم عليه؟ ايه شغل الملاغيه دي؟ ايوه ملاغيه، وايوه ماليش فيه، ولا انا لازم اشملك بقي واحط لك كلمتين انجليزي وسط الكلام عشان كلامي يعجبك زي البيه؟ انا ما قلتش كده يا يحيى، كل اللي بقوله ان لو في موقف انت مش عارف تتعامل فيه سيب اللي بيفهم يتعامل. الفهم يا ياسمين عمره ما كان بالعلم في المدارس، الفهم مرمطه وشرب المر على الرصفه. معلش انا ما اتعلمتش في المدارس اللي انتوا اتعلمتوا فيها. لا يا يحيى انا اكيد ما اقصدش كده طبعا. والله قصدك ما تقليش يا ياسمين، انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه، وعارف كويس قوي كمان ازاي احافظ عليكم واحميكم. الراجل اللي مشي ده زي ما قلت لك هيصطاد في الماء العكره، الواد اللي اسمه ايمن كمان هينصص معاه. ثقي فيا واسمعي كلام اخوك الكبير. ماشي يا اخويا يا كبير، ما تزعلش مني يا يحيى، لو قلت حاجه ضايقتك انا اسفه ما اقصدش. ربنا ما يجيب ديها، فرجه عليه قريب هو كمان، بس انت قول يا رب. يا رب. يا الله. عزيز. ايه ده؟ انت لسه صاحية يا حبيبتي؟ انا مش جاي لي نوم. انا كنت جاي بدري والله، بس منه اللعبه بايده بقى، خلاني افضل قاعد وبتم على الحكايه على كذا حاجه في الدار كده. ما تزعليش، انا بصراحه ما هنش عليا انام قبل ما اقول لك على حاجه. حاجه واحده؟ يا سلام، قولي يجي مليون حاجه. تحت امرك ايه مالك؟ الصراحه يعني انا كنت شاكه في حاجه، والنهارده لما رحت دارنا اتاكدت منها. شاكه في حاجه؟ لا جميله، اوعي تكوني بتشكي ان في حاجه بيني وبين حسنى. والله دي زي اختي. اللي انت بتقوله ده يا عزيز انا اشك فيك برضو؟ لا انا قصدي يعني حاجه هتفرحك. طب ما دام هتفرحني قوليها، مستنيه يا جميله. اصل يعني لا دي واحده بس، عشان اداء الافلام ده انا عارفه، هو اللي في بالي بجد. انا حامل. مش بقول لك اداء الافلام ده انا عارفه، والنبي حامل. طب بقول لك انت تيجي معايا عند اهلك بقى عشان ايه؟ استنى. طب لا خليك انت ترتاحي وانا هجيب. لا انا هخدم. حامل. الف حمد يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك يا بت. الله يبارك فيك، بس ما تقوليش يا بت. خلاص ما مبروك من غير يا بت. ها قولي بقى هتسميه ايه؟ بص انت دربكتيني، انا ما فيش حاجه في بالي، بس لو واد هسميه حسن، ولو بت هسميها رحمه. هو ده مش هيبقى فال وحش؟ انا ما اقصدش حاجه يعني، انا قصدي يعني سواء ولد ولا بت هيطلع حظه زيه. ادعو انه يطلع طيب زيه. انا عايزه افتي بيت قلبك انت، عايزاه دكتور قد الدنيا. يا ست يطلع زي ما يطلع، اهو ده بالذات يا جميله انا مش عايزه يبقى مغصوب على اي حاجه. انا عمري ما اخترت حاجه يا جميله، محدش جه في يوم وسالني نفسك في ايه؟ قالوا لي انت اتولدت يتيم ما عندكش اهل. قلت لهم الحمد لله. قالوا لي هتعيش هنا في الدار ده. ماله؟ حاضر. قالوا لي هتمسك سلاح، برضو قلت حاضر، مع ان دي اكتر حاجه انا بكرهها في حياتي. الحاجه الوحيده اللي هورثها له انه يحب اللي منهم ويخاف عليهم، غير كده لا. هو حر. قلتلك نضفي 100 مرة. صرصار 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 يا جميلة. رودي ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا ما اتخضيتش ولا حاجة، انت أول مرة تشرفيني في المكتب، في حاجة مهمة ولا ايه؟ مشغول ولا ايه؟ اه للاسف عندي ميعاد مهم. انا مش هعطلك، انا بس حبيت اجبرك لك بما انك كبير العطارين، ولا اللي بينا ما يسمحش بكده؟ اللي كان بينا رودي كان،
رئيس الحاجات اللي انت طلبتها جت، سيبها لك انا ولا احطها لك في العربيه؟ وايه الحاجات دي؟ دي ولاد اخواتك ولا ايه؟ لا دي شويه حاجات كده الناس غلابه. ماشي يا حارس مهن انت. تمام يا ريس. انا اسف يا رودي، مش هقدر اقعد معاك اكتر من كده. مفيش داعي للاسف، محصلش حاجه. زي ما قلت لك كنت جايه ابارك لك. مبروك يا احي. Oh, yeah.